مشاهدينا الافاضل لازلنا واياكم من خلال التغطيه المتواصله حتى العشرة تاع الصباح باذن الله تعالى. نرحب بجميع مشاهدينا الكرام، انتقاداتكم ارائكم ما تبخلوش علينا، راسلونا عبر صفحه الفيسبوك اللي يظهر اسفل الشاشه المصباح باللغه العربيه والفرنسيه. والسخانه راهي دارت حاله مشاهدينا الكرام. صباحك لاباس معنا؟ صباح سوبر. شويه سخانه؟ لا وي سي لا كانيكول. سخانه تاع الدوم بلوس دو سا سخانه تاع لا كويزين مع ميليندا. ميليندا ياك راكي صافا؟ اي قريب توجد الحكايه ولا مازال شويه؟ قال هذا يعني نحمس فيه في المغلى، ضفت له الفلفل الكحل، قصبر وشويه تاع كمون. ودوك نمزجوا لهذا الخليط ونحط ونزيد له الفرماج، نضيف الخليط تاع البيض اللي قلت لكم عليه ونضيفوا عليه ونديروا في المول. جميل جدا. فافا نتعرفوا عليك، كيفاش تكلك؟ دونك فافا البجاوي سبق فاروق، دونك بديت الموسيقى من الصغر، لاج دو 8 ans، دخلت الكونسيرفاتوار ايتو. Mais la carrière بديتها en 2015 on peut dire في الحنوى شباب. جات الطبعه تاع الحنوى شباب، جي باسي ان كاستينغ. فوالا كيما كاع لي كانديدا جوست الكاستينغ قبلوني، دخلت المدرسه وبعد تما كملت لا كارير تاعي. شغل ما حبش باسكو بلوزيور اللي حبسوا انا ما حبش. شغل قلت جي شوازي الفن نكمل هكا. دونك هكا جي في دي البوم وني نحيي الحفلات والاعراس وراني ما بين الجي. خلينا نروحوا خطوه بخطوه. فافا البجاوي هكذا باش نقدر نكتشفوك ويقدر يتعرف عليك الجمهور الجزائري. صح قلت انت يا في عمرك 8 سنين ربما بديت الغناء. اه بديت في الاندلس. كل واش من يعني ما يخفالكش انه الطبوع الموسيقيه متنوعه ومتعده في الجزائر، وباعتبارك انك انت من بجاية ربما كاين دي جون بزاف يقول لك كان يغني في القبائلي. نو انت واش تقدر؟ نو بديت في الاندلس وبديت في الحوزي انايا. يعني ان شاء الله بديت في الحوزي ابخي باش رحت ديك المرحله القبائليه باسكو سي ليدونتيتي ديالي. دونك من بعد بديت نغني لا شونسون كابيل، مي في الوقت الحالي هكا وليت نغني المغربي ونغني الشاوي نغني الراي ونغني كلش تسكي ميوزيك الجيريان نغنيها. فوالا باسكو لازم في الاعراس تلبيك كما يقولوا كاع الانواع والطبوع اللي يحبوها الجمهور والذواقين بيان سور. الجمهور ذواق على بالك كيفاش. صح كي كنت تغني انت في هاد اللاج وبعدين قلت حتى 2015 باش ركت في مسابقه الحان وشباب، ربما مجتمع محافظ يشوف واحد يغني يخزر في حاجه مدرعه شويه هابطه، كيفاش انت شغل... ربما تاقلمت ولا كيفاش ما عماليش انا مع هاد الظروف؟ ايه صح، مي بصح انا النوع اللي اخترته كما يقولوا سي النوع الاندلسي، والاندلسي غير كما يقولوا العائله التراقيه اللي يسمعوا له لهذا النوع جونغ. دونك لي بارون شويه ما تقبلوش الامر بسهوله. نعم بصح كي شافوا الكونسيرفاتوار باسكو الكونسيرفاتوار يا ربي ماشي غير موسيقى، مام اخلاق وشغل سيت اون كلاس هكذا نتعلموا. ومن بعد شغل باش بديت لاكارير تاعي سيتي ديفيسيل، ما كانش واحد يعاونني كامل. بصح الحان وشباب فتحت لي الطريق كما يقولوا، وانا كملت زدت كملت شغل ما فشلتش. باسكو ابخي ليكول كما يقولوا ما بان والو. شغل مع الوقت بديت نحيي الحفلات كامل، ومن بعد بديت ثاني نعاود نكسب الجمهور اللي كان كسبتهم في الالحان وشباب باسكو نساوني ان بون مومون نساوني. شغل ما كنتش نبان في الساحه الفنيه. نعم فوالا ومن بعد عاود استرجعت الجمهور ديالي الحمد لله. وليت كي نحيي الحفلات القاعة كاع تتعمر في بجاية وما في الجي يعني، ولاو يعيطوا لي العراس الحمد لله والله غير الحمد لله. هذا الوقت نقول الحمد لله ان شاء الله ربي يزيد. نعم جميل. كاين دي جون ربما احنا قبل ما نستضيفوك حطينا في لاباج فيسبوك بلي راك راح تكون ضيف عندنا، كاين وين سقساونا ربما قال لك بلي ربما عندك نفس الريتم تاع محمد الخامس. وي بزاف شبهوني لا والله باسكو ميم اللوك ايتو نتشابهو. صح والله بزاف على بالك وليت هذا ما يديرونجيكش انت كي يقول لك باللي كي نشوفوا محمد الخامس نشوفوك انت ولا لا؟ فنان يحبوه كاع الناس. وي نورمال كان في الطبعة تاع الحان وشباب. كيف كان في الطبعة تاع الحان وشباب طبعا كان عندك يقولوا لي ولا انت هو تاع واد سوف؟ يقولوا لا لا انا ديرميغمون درت حييت حفله في بجاية جا واحد تكنيسيان صون قال لي انت ماشي هذاك تاع واد سوف؟ قال لا قلت له لا انا هو صوته جميل ايضا الحقيقه. اذا كان المخرج فقط يلتقط لنا صوره لهاد لي زالبوم تاع هذاك اللي فات دوكا سي الالبوم 2017 هذا يا لايف. هذا جديد؟ هذا جديد خرج صافي اون سومان. شحال فيه من الاغنيه هذا؟ 26 اغنيه. 26 اغنيه 26 اغنيه وفيها كاع الطوبه. وهذا درت فيه حوزي وكابيل هذا الاول اللي بديت فيه.
شغل ابخي الحان والشباب بديت بعدا يا نعم فوالا. اذا مشاهدينا الكرام كان هذا هو فافا البجاوي. فافا احكي لنا ايضا على تجربه الحان والشباب، كيفاش كانت؟ والله ليتي سوبر، ليتي سوبر، شغل اكتسبنا خبره و سيتي ديفيسيل باسكو كان مباشر parce que c'était le prime show, c'était un peu difficile. تغلط direct. نعم tu fais pas. نعم جميل جدا. صح، اول اغنيه شاركت بها ربما وطلعت في الكاستينج في الحان وشباب، عينشكات. نعم؟ عينشكات مع قلبي. يلا نسمعها كيف كيف. يلا نسمعها كيف كيف. عيني شكات مع قلبي، عيني شكات مع قلبي، لما توثقوا عني هذا الناس، عولوا على سبب عذابي، عولوا على سبب عذابي، حبوا يسكنوني برج بلا الاساس، وانا علي الحسن ما تربي، لابغى علي الحبيبه يصبر يا ناس، والله يا درا يا ربي اشيا على يا سيدي. شنية اديتها لما طلعت سوق سام على المباشر؟ تمام. كيفاش كان شعورك؟ احكي لنا شويه. الخوف، واحد الخوف اخويا، كدبش عليك، ماشي الجمهور ولا المباشر، غير على المباشر كدا فيري. انت جربت على المباشر؟ واع المباشر بريم شو واع. راك صافا بصح، راك معانا دوك، حنا رانا على المباشر وراك تهضر كل. نعم مي سي فا، هادي خبره شويه مع الخبره سي فون، تسمح لي ذاك الطريق. مي بصح مع المباشر لا بروميير فوا كنت صغير شويه، دونك ما كانش عندي تجربه بزاف سيغ سان. اون بليس باسكو واحد الفنان يبدا امه في لسان، انا بديت ديريكت لا تيليفزيون، حكموني تيليفزيون. سيتي ان بو ديفيسيل. بس اون بعد اون بليس جابوا لي واحد الشونتور سيتي مون ايدول محمد علاوة كو جادور. لا بروميير شونسون اللي تاع جابوا الضيف ورنينا كيف. واش من الاغنيه اللي اديتها؟ اسداس دار غوري. نعم هذه هي الاغنيه القبائليه. نسمعوا كيف كيف، مقطع منها صغير، مقطع صغير برك. يا دغيغاك مصرت واني و يا دغيغا الغور الضوضاض، يا تلي تسيدي الثاني و اكن حملاغ ويث حملاغ، اربي حنين دفلي يا ملت دابري ذا الداس الغوري، يا توالي غايث والي إيمن تولي وغاسك نور ثلي، أسد أسد الغوري الغوريا، أسد أسد الغوري الغوريا، أسد أسد الغوري الغوريا، أسد أسد الغوري غلام ذي المنام، آه ذي المنام، آه ذي المنام، أروحي هذا عزيزتي. فوالا بارك الله فيك. سافا الله يبارك لك. ما في اللون القبائلي او في الطابع القبائلي ايضا عندك حضور. عندك ساعه ميرسي الله يخليك. اذا قلت لك مع اللواء كيفاش كانت رده الفعل ديالو؟ والله كي سمع لي قال لي انت عندك لا بريزونس سيغ سان، هكا والله قال لي تو اي بريزونس سيغ سان، قال لي انت تروح بعيد، هكا قال لي الكلمه هذه. شغل سما اونكوراج، واحد يقول لك هكا سا تونكوراج. ومن بعد خاصة الانسان في بداياته يعني. ايه هو كان عنده ليكسبيريونس بزاف وغنى في الزينات الله يبارك. دونك كي قال لي هكا قلت له صح، قال لي والله غير صح. جي كونتينيي شغل سما اونكوراجي، واحد يكون عنده خبره ويقول لك هذا الشيء دونك سا تونكوراج. فوالا دونك شاك شوز عندها ديبي. شكون اللي كانت لجنه التحكيم في ذاك الوقت؟ كانت ناديه بن يوسفي، كانت شويه واعره معايا شغل، كانت مزيره شويه معايا. نوجه لها تحيه في نهايه ناديه بن يوسف. وكان رابح درياسه بين الشيخنا نحييه، اللي تي فغيمون. ما عطاكش اغنيه بدويه باسكو عنده هاد والله عطا لي، مي بصح شغل ما حالفليش لحد باش نسجلها في الاستوديو. كان جونتي او توب شغل. ما عطاكش يعني على خشبه ربما او سوخسين، ما عطاكش اغنيه هكذا قال لا 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 ما عطاليش. خاطر هو شويه يقول لك باللي انت تخرج فيها الطابع الموسيقي. هو يقول لي، يقول لي والله يقول لي، يقول لي من طابع قال لك تلقى فيها؟ قال لي في القبائلي، قال لي في القبائلي وفي العاصمه. فوالا ومن بعد كان فوالا ايزيتي تخوا، كان هو ناديه و
الشيخ محمد الثاني يلعب آلة الموندول فوالا اللي كان مع سلمى كويرات ذاك المومون صافي لونتون محمد روان صح. بالنسبة لهاد التجربة اللي خذيتها وشنو هما أهم لحظات ربما اللي مازالها راسخة في ذهن ولا لحظات غير مع لي كونديدا ولا سان مع شغل الطاقم برنامج شغل تعرفت مع لي جورناليست تعرفت اللي كنت نشوفهم في التلفزيون وشفتهم هكذا قدامي وواحد في الحد تعرفت معهم ولينا أصدقاء. نعم الحمد لله والله الحمد لله شغل حلم تحقق الحمد لله والله الحمد لله يا رب العالمين. الانسان دائما الانسان المثابر الانسان اللي يطمح دائما انه يحقق اشياء ايجابيه وتكون مسطر عنده اهداف مسطرها اكيد راح يوصل لها، ولكن هذا طبعا ما يجيش هكذاك من العدم اكيد راح تكون هنالك اراده تكون عزيمه باش الانسان يحقق مختلف النجاحات. اذا ميليندا راهي لاتيا مع شغل. ميليندا حبيتي تخصي الانفيتي ديالك حاجه على التجربه ديالو طبعا في مختلف الامور. بون مادام هي راهي في الطياب في لاكويزين تخصيك على لاكويزين وانه في شهر مبارك رمضان. فوالا وشنو هي نوع الاطباق اللي تحبها؟ انواع الاطباق اللي تحبها كيما الكراتك سورتو في رمضان سي سوبر نحبو نموت عليه. حاجه تخفاف خفاف كيما البيتزا نموت عليها نكدوش لا بوغي في الفوغ الوغ نعرف لي بيتزا بيتزا المره الجايه كي تجي لعندنا ان شاء الله نديرها لك. انا نموت على البيتزا ونلعب بها شويه كنسيب هي في الغداء اسمح لي ونلعب بها شويه بيدي. اه انا شويه عندي شويه خبره. اه عندك نلعب بها شويه بيدي عندي يعني ماشي محترفه مي شويه. معليش ما انشرطش شغل انا اطبق لي تطيبوا في الفوغ تو نحب الطواجن هذو فوالا المراقي بزاف ماشي ملاح صوتي انت العكس ديالي انا نحب طواجن بوكو بلوس على هذا وسورتو انا في الشهر الفاضل اللي جينا شويه في الصيف صافي لازمنا لي غراتان السلطات حاجه خفاف فوالا خفاف. كيف جاك اول يوم من شهر رمضان كيفاش حسيت برومي جور تاع رمضان؟ لا غير سوبر لا تري بيان ما جعتش ما عطشت ما الانسان بدا ياكل ناكل انا انسان ناكل بزاف ما نكذبش عليك جو مونج جو بوف ترو مي بصح في رمضان نعرف كيفاش نسي صراحي و كيفاش كانت الاجواء احكي لنا شويه على الاجواء كيفاش كانت في بجايه في هاد الايامات الاولى يعني ثلاث ايام هادو اللي فاتوا تاع رمضان كيفاش كانت الاجواء صارت التراويح ايضا ربما زياره الاقارب كيفاش كانوا؟ فوالا زياره الاقارب بدات خواتها تجاو هما اللي سبقوا توجو يجيو للدار دونك كيف لك حال هادو دائما يكونوا حاضرين توجور اه هما والدراري ديالهم يكونوا معمرين الدار مي بصح انا جو بروفيت توجور لي بروميي جور باسكو ما كاش بزاف حفلات جو بروفيت نقعد مع الدار مي ابارتيغ دو سانكيام جور يبداو ها هو داك بالك تلفزيون بالك حفلات بالك عرس الختانه هذا العام عندي بزاف ختانه نخدمهم ان شاء الله مازلنا متواصلين معك من خلال هذه الطلاله من خلال الاشراقه المتميزه على قناه بير تي في. مشاهدينا الكرام خلينا نروحوا الى ركن اخر. اذا ضيفنا الكريم باش نختموا معك اعطينا هكذا مقطع ولا قبل المقطع كلمة تقولها قلتها سي بون قلتها سي بون نزيدو نسيتو ولا نقول لهم صحة فطوركم صحة فطوركم تفضل عطينا مقطع باش نختموا معاك. يلا هذا شونسون تهضر على بنات العاصمة وبنات بجاية اون جينيرال. يلا تفضل نسمعوا كيف كيف بنت العاصمة عفوا عندك في هذا نو اتس ان سينجل اوكي بنت العاصمة ورضا حمراء بنت بجاية ورضا بيضا ومحلى زيارة لما قرايا بنات بجاية الوردة حمراء بنات بجايا الوردة حمراء بنات العاصمة الوردة بيضاء ومحل زيارة لما قرايا ويا السمراء ويا السمراء ويا السمراء وداويني بدوك نبرا يا السمراء يا السمراء ويا السمراء وداويني بدوك نبرا
شكرا لك ضيفي الكريم، شكرا لك جزيلا على هذا الشكر. الأداء وهذا الصوت يعطيك الصحة. الشجي، وإن شاء الله نلقاوك لما لا في مختلف المحافل إن شاء الله. الدولية تمثل الجزائر. جاسبر إن شاء الله. مهرجان بعلبك. إن شاء الله إن شاء الله. فوركوفا. إذا شكرا جزيلا. عجبك الحال معنا؟ لا سوبر والله. نعم. بارك الله فيك، نتلاقاو إن شاء الله في فرصة أخرى. بإذن الله. مشاهدينا الافاضل، بهذا نصل واياكم الى ختام هذا العدد من برنامج لمة صباح، ان شاء الله كنا خفيف وظريف عليكم من خلال الفقرات والاركان اللي قدمناها لكم، وايضا فقره الطبخ الخدماتيه المتميزه اللي كانت حاضره معنا الشيف ميليندا. ميليندا بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، ليكيب تكنيك اللي خدمتكم في هذه الصبيحه واحنا رانا صايمين، نقولوا اذا تحيه كبيره للعام القائم لها في خرجه البرنامج والهندسه الصوتيه، ايضا امين بوشوارب، وفي مراقبه البث اسحاق عياد خلف الكاميرا نوجه تحيه كبيره ونقولوا صحه فطورك. المايسترو ديالنا امين بن تفيف ابراهيم هنان. نعم مشاهدينا الكرام، كان وعدني امين بن تفيف انه يجيب لي زنبيه تاع بوفريك في رمضان، بصح مازال ما جابهاليش، انا في رمضان وما جابهاليش، نوجه له تحيه كبيره. اذا ما بقى لي غير نقول لكم امين بن تفيف ثاني نوجه لك تحيه لوالديك وناسك وحبابك لكل من يحمل لقب بن تفيف، نوجه له تحيه ونقول لكم مشاهدينا الكرام بقوا اوفياء لبرنامج لما تصبح، راسلونا ما تحشوش منا وما تبخلوش علينا عبر ارقامنا الهاتفيه وايضا في لاباج فيسبوك ديالنا لما تصبح بالعربيه ولا بالفرنسيه. اذا بقاو على خير، الناس الخير.